الكل تابع عبد الكريم، يا سلام يا بعدي، يتجاوز لاعبين ويحضر الكره العرضيه بركاوي الاولى، وسيسي في المتابعه نحو المرمى مباشره. 1-0 للحسنيه، 1-0 لابنايا كدير. بعدي هنا في المراوغه، بعدي في التحضير، ومالك سيسي في المتابعه. 1-0 لابناء سوس مشاهدينا الكرام. كما ترى يا بعدي مهارتك واختراقك وتمريرتك، وبعد ذلك المتابعه الاجمل من مالك سيسي الذي يضع في المرمى 1-0 هدف مبكر. مشاهدينا الكرام، سيشعل المباراه وسيعطي نكهه خاصه لهذه المباراه تماما على الصوره. سيسي الذي ياخذ الرسميه من طرف ميغيل من جديد. يا سلام يا بودلير يحضر كرة في العمق من أجمل ما يكون، وبعد ذلك الأمنوي وسط المدافعين يتلاعب بدفاعات الحسنية، وبعد ذلك يسدد. يا سلام باليسرى يسدد الأمنوي، والتصدي كما ترى يا عبد الرحمن. مشاهدينا الكرام، الرد لأبناء الحي المحمدي، الرد بهذه الكيفية الأمنوي. نعم، يستفيد من غلطة دفاعية شوبلي على مرة أخرى. هذه التسديدة غلطة دفاعية فادحة، والأمنيوي بعد ذلك يجد المنفذ ويجد المجال ليسدد بهذه الطريقة. شوف الإعادة من هذه الزاوية باليسرى، قوية في الزاوية البعيدة، حطها في المكان الصعب، حطها في المكان الصعب، وكم كانت صعبة يا عبد الرحمن. يا الحواس، يا الطاس يعود، والطاس التاريخي للطاس في هذا الموعد النهائي التاريخي كذلك للاتحاد البيضاوي. شوف الإعادة مجددا، المليوي بتركيز عال بدقة متناهية، ياسين حارس المرمى عبد الرحمن الحواصي. شوف الإعادة، الحارس في جهة والكرة في الجهة المقابلة. نعم، لأول مرة الاتحاد البيضاوي يتقدم في نتيجة المباراة.